نعم يحيى، نازحة من معرة النعمان، ساكنين بمنطقة اسمها دير حسان، وحوالينا كلياتها مقالع حجر، وهالمقالع الحجر عم بتسبب لنا كتير ازعاجات، يعني في اصواتها الضخمة، هالآليات الاطفال عم بتسبب لهم امراض في هالرئتين، في صدرهم، نحن الكبيرين عم نجفل كلياتنا من هالصوت اللي بيجينا، امراض للكبير وللصغير يعني بهيك مكان.